اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في الفقره الثانيه من برنامجنا الحياه احلى، وهنتكلم النهارده عن مبادره تم اطلاقها مؤخرا بتهدف الى ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والاكتفاء بضروريات الحياه في الفتره الحاليه، بالاضافه الى كشف محتكري السلع والخدمات من التجار اللي عندهم كده رغبه تحقيق ارباح طائله على حساب جيب المواطن وبعض الاحيان غيب الرقابه عن بعض الاسواق اللي طبعا في بعض نقص الوعي لدى المواطنين، وده بيخلي دورنا كاعلاميين ياتي لنشر الوعي المطلوب للمشاهدين. بيشرفنا النهارده في الاستوديو دكتوره ميسه عشماوي صاحبه المبادره اللي ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الحقيقه فكره المبادره عجبتني قوي، لانه بدلا ان تلعن الظلام فتوقد شمعه احسن شيء، وطبعا المجهود الشعبي منا كشعب مصري بيكون مكمل للي بتقوم بيه الحكومه او الاجهزه اجهزه الدوله. احكي لنا عن المبادره وايه اهم اهدافها. اسمحي لي في الاول اشكر قناه الحياه لانها من القنوات الاعلاميه الوطنيه اللي رغم ان احنا لسه ما فيش ميثاق شرف اعلامي الا انها ملتزمه بمبادئه اللي تم الاعلان عنها. بالنسبه للمبادره او هي حمله تم اطلاقها من مؤسسه القاده مع عدد كبير من القامات اللي بعتز بيها. مؤسسه القاده الاول هي مؤسسه هدفها توعيه وتثقيف وتدريب شباب مصر بصورة خاصة، والمجتمع كله شغالين على التوعية والتثقيف للمجتمع بصورة عامة. لقينا ان دورنا كمؤسسة وطنية في الفترة دي ان احنا لازم نحاول نساعد نفسنا. ارتفاع الأسعار دي أزمة عالمية مش في مصر بس، لكن احنا دورنا ان احنا عاوزين نعمل حاجة اسمها تبقى القائمة البيضاء في حياتنا. القائمة البيضاء دي تمام. للتجار اللي يعني عندهم أسعار كويسة أو مناسبة لي ما عندهمش جشع يعني واحتكار للسوق. تمام. القائمة البيضاء في حياتنا هتضم الأشخاص التجار والشركات الوطنية المخلصة اللي مش بتستغل أي أزمة لتحقيق أرباح على صالح المواطن. القائمة البيضاء في حياتنا ان احنا نغير اولوياتنا. ان احنا نحاول ان احنا في موروثات ثقافية جيدة عندنا نحافظ عليها، وفي للأسف موروثات ثقافية آن الأوان ان احنا نتخلص منها. يعني احنا عندنا كمصريين عادات احيانا بتكون فيها نوع من المنظره شويه، نشتري مثلا اشياء كتيره، نخرج بشكل كبير، يعني نحاول بقى ازاي نرشد الاستهلاك علشان لا نتقشف ولكن نحط فلوسنا في المفيد. ده اللي بنتكلم عليه، ده اللي بنتكلم عنه، ان احنا ازاي نرتب اولوياتنا. ان احنا في حاجات كتير، اما يعني خلينا نتكلم بقى كستات بيوت حتى. ايوه. ان احنا لما بننزل للاسواق وكده اكيد طبيعه المشتريات اتغيرت. يعني لازم يكون عندنا قدر من الوعي ان احنا خلاص في حاجات لازم نستغنى عنها. انا شخصيا بقيت بحاول اجيب الضروري بس المفيد ليا، لان في نفس الوقت احنا لو بنلاحظ كل سلعه ليها تاريخ صلاحيه محدد. وبرضو لو نلاحظ كستات احنا عندنا حب الشراء، ومعظم الحاجات لو اشترينا حاجات ممكن بتلاقي اكتر من 40% حاجات مش بنستهلكها. واحيانا بتغرينا فكره الاوفر او العرض بالظبط، فبنشتري 12 علبه صلصه مثلا وهو ممكن يبوظوا، طب ما نشتري على قد احتياجاتنا والفلوس نستخدمها فيما هو في حاجات تانية. مفيد. بالظبط. عاوزين نعود ولادنا على ثقافه الترشيد، ثقافه ان هو يختار الاولويات اللي هتفيده فعلا في حياته. يعني احنا في عندنا موروثات ثقافيه كمان خاصه بعادات الزواج والاسراف في المظهر والافراح والشكل اللي بيخرج بيه، والنيش طبعا حضرتك. النيش وطقم الخشاف يا دكتوره ما تنساش. وممنوع الاقتراب من النيش، يعني او البوتاجاز ابو خمس عيون. بالظبط. احنا لازم يعني نحاول نغير العادات دي. احنا دايما بننظر للغرب على ان هم متقدمين. ايوه.
ولما بس لما بنيجي ناخد معظمنا، مش هقول كلنا، بياخد العادات السيئة، مع ان هم عندهم حاجات حلوة على فكرة ممكن ناخدها منهم. يعني حتى في موضوع الزواج وموضوع التجهيز مسكن الزوجية نفسه بيعتمدوا فيه على البساطة. ما فيش حد بره بيروح بيشتري بالخمسة كيلو فاكهة، كل حد بره بيشتري احتياجاته فقط على عدد أفراد الأسرة أو على عدد الاستهلاك اليوم. يعني احنا ممكن في عادات نغيرها في حياتنا حتى في طريقة الأكل. يعني ما ينفعش ان انا اعمل عزومة كبيرة وفي الاخر بصنفين ثلاثة هما اللي بيتاكلوا والباقي بيترمي. دي حقيقة. في حاجة تانية كمان، ان احنا ممكن حتى في المطاعم، يعني الاكل بره مكلف جدا، انا ممكن اقلل يعني الخروج بتاعي او الاكل بره واستبدله باكل في البيت، خصوصا في الفترة دي ان في استغلال للتجار. عشان كده انا بحاول يبقى في عندنا وعي ورقابه شعبيه، لان الدوله مش هينفع، يعني خلينا صراحه، مش هينفع تراقب كل مواطن كده. هيبقوا محتاجين 100 مليون يراقبوا 100 مليون. طبعا ده شيء صعب، لكن برضو احنا محتاجين ان احنا يكون لنا دور كمان. بالزبط. فعال. فاحنا كمؤسسه قمنا بالحمله دي، وانا طبعا هي كان ليها اسم تاني، بس انا يعني بقترح ان احنا هنغيره ان احنا هيبقى القايمة البيضاء. القايمة البيضاء. القايمة البيضاء في حياتنا. حتى اسمها متفائل يعني. القايمة البيضاء دي هتشمل العادات الصحية اللي المفروض تبقى في حياتنا، والسلوكيات اللي المفروض ان احنا نبتدي بيها في ظل التطور اللي الدولة بتشهده. ما ينفعش ان احنا نفضل نفكر بعقلية قديمة. صحيح. لازم نحاول نطور ذاتنا، نطور سلوكنا، نطور طريقة تفكيرنا، نطور احتياجاتنا. نشوف الضروري ايه بس ونعمله. لازم كمان القائمة البيضاء دي احنا عاوزين نضم فيها الشركات. انا يعني من خلال منباركم الاعلامي بناشد الشركات ورجال الاعمال ان هم ينضموا للقائمة البيضاء بالاليات والضوابط اللي هتتحط لها. القائمة البيضاء هيبقى فيها اسماء المنتجات واسعارها، بحيث يبقى نخلق تنافسية. لما يبقى المعروض يزيد السعر هيقل، لكن طول ما في تعتيم على الاسعار المواطن بيبقى ما عندوش القدره على انه بيشتري على معرفه موجود المنافسه بس. ما بين بالزبط. حاجه وحاجه. فما يقدرش يختار الافضل لميزانيته. بالظبط كده. في سلع كتير قوي احنا مستورده، احنا ممكن نستغنى عنها، ولازم نبتدي نشجع المنتج المصري طبعا والصانع المصري والحرفه المصريه. وبالشكل ده احنا هنوفر عمله كتير، وفي نفس الوقت يعني لينا الحق ان احنا نفخر بوطننا وبمنتج وطننا. جميل. طيب دكتوره ميسه، هل في هيبقى في تعاون بين المبادره وما بين اجهزه الدوله او الحكومه في اطار انه يعني حقيقي يبقى جميل جدا انه التعاون ما بين ما هو حكومي وما هو شعبي لمصلحه المواطن في الاخر؟ احنا اوريدي يعني احنا بالفعل في مؤسسه القاده في تعاون بيننا وبين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وتم التواصل بالفعل مع عدد من الوزارات المعنية. وسيتم الإعلان خلال أيام إن شاء الله عن مفاجآت إن شاء الله يعني هتنال رضا المواطنين، لأن بصراحة في طفرة بيتم التجهيز ليها من قبل الحكومة ومؤسسات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. وطبعا انا بتكلم مع مؤسسات المجتمع المدني على مؤسسه القاده طبعا، وان هيبقى فيه ان شاء الله مفاجآت يعني في صالح المواطن، وهترفع من معاناته بشكل كبير. المواطن كمان مطلوب منه دور ان هو يساعدنا. ايه المطلوب بقى من المواطنين؟ الحقيقه احنا بنشوف في بعض الدول الاخرى مثلا لما يكون في جشع من قبل شركه او منتج ارتفع سعره بدون لازمه، يعني الناس بتعمل مقاطعه، فالسلعه دي بتبوظ او بتبور عند صاحبها، فبيبتدوا ينزلوا في الاسعار. وده طبعا الحقيقه مجهود شعبي، ما هو الحكومه بتعمل دور واحنا كمان علينا دور، فده اعتقد انه جزء من المبادره. طبعا المواطن دوره ان هو ما ينفعش ما اسمع ان سلعه سعرها هيزيد او سعرها زاد بالفعل اني اتكالب على شرائها وتخزينها بكميات كبيره. دوت بيشجع التاجر ان هو يزود سعر السلع. لكن لو هندي مثال بسيط قوي، اللحمه اذا زاد سعرها خلاص بلاها لحمه.
الانواع الخضار اول ما ينزل، مش لازم يعني انا مش هاخد جايزه لما الخضار عشان نزل كيلو ب 20 جنيه اقعد اصرخ واروح انزل اشتري، لا بلاها باميه. في حاجات كتير قوي ممكن نستغنى عنها ونستبدلها بمنتجات اخرى. احنا الحمد لله عندنا يعني ثروات طبيعيه كتير قوي، سواء في الثروات حيوانيه او سمكيه، وفي مشروعات كبيره قوي يعني بتقدم لنا بدائل، فاحنا مش محتاجين ان احنا نتكالب على سعره ويتم استغلالنا من قبل بعض التجار الجشعين في انهم يرفعوا سعرها. جميل، خلينا ناخد الاتصال التليفوني ده دكتوره ميسه مع دكتوره امل محسن الاستشاريه النفسيه. اهلا بيكي يا دكتوره. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي. احنا معانا دكتوره ميسه عشماوي وبنتكلم هنا عن فكره حب الشوبينج وحب الاستهلاك الكتير بالنسبة للسيدات. أحيانا بنكون مش محتاجين الحاجة قوي لكن بنشتريها لمجرد حب الامتلاك. عايزين نفهم من حضرتك إزاي نقدر نسيطر على زي ما بيقولوا رغبة الشوبينج الكبيرة الحقيقة اللي عندنا كسيدات في بعض الأحيان. بصي، هو طبعا تحياتي لضيوف حضرتك وتحياتي لكل الكلام اللي أنا سمعته وأنا معاكم على السماعة، يعني أنه نبقى في بدائل وما نركزش على لما حاجه تزيد. يعني انا مع جدا كل الكلام اللي اتقال. من الناحيه النفسيه معروف ان الست لما بتكون مكتئبه او زهقانه او عندها مشاعر سلبيه، احد الطرق اللي بتنفس بيها عن هذا الشعور السلبي هو الشوبينج. دي حقيقه جدا. دي حقيقه على فكره، دي حقيقه علميه. كل الستات يعني عارفين الحكايه دي. هي طبعا مش في كل الستات، يعني ما اقدرش اعمم، ولكن هي موجوده في نسبه كبيره جدا من الستات. لما تزهق او تكتئب او تحس ان هي مش مبسوطه او عندها مشكله، عندها مشاعر سلبيه ايا كان نوعها ايه، تنزل تاخد لبعضها وتنزل تعمل شوبينج. فممكن يبقى الشوبينج ده حاجات شخصيه ليها، وممكن يبقى الشوبينج ده خاص بحاجات للبيت. بس هو فعلا الشوبينج بيعمل ريليز لنوع من الاسترس اللي جوانا، يعني للضغط النفسي. نركز في حاجه، ننزل نتفرج على محلات، يعني بنحط تفكيرنا وطاقتنا كلها في الشوبينج، فبنرجع مفرفشين كده ومبسوطين وحاسين ان احنا طلعنا. دي حقيقه. طب ازاي يا دكتوره نتغلب على هذه الرغبه؟ انا زعلانه، عندي اكتئاب، مشاكل في الشغل او في البيت او مع اولادي، فبدل ما انزل افرتك الفلوس زي ما بيقولوا في حاجه يمكن ملهاش معنى، ازاي اقدر اعمل حاجه بديله بقى وحضرتك استشاريه نفسيه؟ طب بصي، اولا لما يبقى عندي وعي وابقى فاهمه ان انا بعمل كده تعويض عن شعور معين جوايا. فلما يبقى عندنا وعي، انت عارفه امتى الحاجه بتغلبنا؟ لما بنعملها على الاوتوماتيك واحنا مش فاهمين احنا بنعمل كده ليه. ايوه. فلو كل واحده فينا ركزت في نفسها وعرفت ان هي عندها الديفو ده او عندها الاستراتيجيه دي، يعني كل واحد فينا عنده طريقه لاداره حياته. طبعا. فلو انا اكتشفت ان انا بأدير حياتي او بأدير غضبي او بأدير مشاعري السلبيه باني انا اعوضها في الشوبينج، وبدات اخد بالي او انتبه للحكايه دي، اول جزء في الحل. جميل. تاني جزء في الحل ان هبتدي بقى اخد بالي، او الاقي نفسي واخده بالي ومركزه كده واخده عربيتي ونازله ورايحه اشتري حاجات ملهاش اي لازمه اساسا، هبتدي اخد بالي ان دي مجرد طريقه تعويضيه انا بعملها، فهبتدي انتبه ليها. جميل. هبتدي بعد الانتباه ليها هبتدي بقى الاقي كذا طريقه بديله اضيع فيها الاسترس ده. فممكن اروح دروس يوجا، ممكن اروح مديتيشن، ممكن اروح امشي في النادي، ممكن انزل اتمشى، ممكن انزل ازور واحده صاحبتي، ممكن اعمل اي هوايه من الهوايات اللي انا ممكن ابقى اسمع مزيكا، اقرا، يعني اطلع طاقتي في حاجه ايجابيه ما دام انا انتبهت ان انا عندي الطريقه اللي هي مش مفيده. أيوة. يعني اللي هي ان انا بنزل. وعايزه اقول لك على سر كمان، انه الستات لما بتشتري وهي في حاله من حالات الغضب او الجوع، يعني ما تنزلش تشتري من السوبر ماركت وانت جعانه لانه هتشتري حاجات ملهاش لازمه. يعني ثلاث ارباع الستات عندها ركن في دولابها كده
الحاجات دي اشتريتها وهي في حاله من حالات الغضب او وملهاش اي الاشتياق، لازمه صح، وهي مش عارفه اشتريتها ليه وهي مش بتستعملها على فكره. صحيح صحيح. انا الحقيقه يعني سعيده جدا بمداخله حضرتك دكتوره امل محسن الاستشاري النفسي، وبتمنى تكوني ان شاء الله ضيفه معانا في احدى حلقاتنا نتكلم باستفاضه عن الموضوع ده. ودكتوره ميسة العشماوي انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، شرفتينا ونورتينا، وهنتابع جهود مبادره القايمه البيضاء. شكرا يا فندم. أنا بس أحب أأكد على إن إحنا محتاجين القايمة البيضاء في حياتنا في كل حاجة، ومحتاجين إن إحنا نتكاتف كمواطنين زي ما تعودنا وزي ما حافظنا على بلدنا، زي ما دلوقتي دورنا إن إحنا نواكب التطور اللي بيحصل في البلد ونحاول ان احنا نساعد نفسنا الاول طبعا ونغير اولوياتنا. جميل، بشكرك حضرتك جدا. ميرسي، شكرا. اعزائي المشاهدين دي كانت فقرتنا الثانيه، اما فقرتنا الثالثه ومسك الختام هتكون معانا مطربتنا الجميله مروه مرعي، وهي طبعا صوتها الجميل اللي موجود في التتر عندنا في برنامج الحياه احلى اللي بتسمعوها كل يوم، وبعد الفاصل هتكون معانا وتغني اغاني كتير ونتعرف بقى على مشوارها الفني.